بالله يزيونا بلا افلام، حتى واحد ما يعرف شنو معناتها الفيسبوك الجوريثم، والناس اللي عندها صفحه على الفيسبوك ما تنجم توصل للجمهور متاعها كان بالفلوس. جره الفيسبوك الجوريثم. عسلامة، انا خليل، وفي الفيديو هذا نقول لكم علاش ما لازمكمش تعملوا برشا على الفيسبوك اللي قاعد يخدم بيه في الماركتينج نتاع الشركه نتاعو. بالنسبه للي عمره ما سمع بالفيسبوك الجوريثم، هو السيستم والا ميكانيزم اللي يتحكم في لي بوبليكاسيون اللي يظهروا قدامك على النيوز فيد. وبالنسبه للناس اللي عنده فكره عليه، خلينا نزيدوا نوضحوا لكم اكثر. اكيد شفتوا المعادله هذه والا هذه والا هذه، الكلهم كيف كيف وهما نفس المعادله واسمها ايدج رانك، واللي فيها ثلاثة حاجات اساسيه واللي الفيسبوك يعمل عليها باش يختار لك لي بوبليكاسيون اللي يظهروا قدامك. اول حاجه هي علاقتك بالشخص اللي تحكي معاه على الفيسبوك، قديش انت قريب ليه. الحكايه هذه تتطبق على الصفحات زادة، قد ما تحط كومنتس ولايكس وغيره قد ما عندك البروبابيليتي باش تظهر لك الحاجات نتاع الشخص هذايا قدامك، والحكايه هذه يسميوها افينيتي. ثاني حاجه يسميوها الويت، واللي هي نوعيه البوبليكاسيون اللي تهبط على الفيسبوك. فيسبوك يخير الفيديو على التصويره والتصويره على ستاتيو اللي تكتبهم على التايم لاين نتاعك. نزيد نوضح لكم اكثر، يتهبط فيديو في عوض ستاتيو عندك بروبابيليتي باش تتشاف اكثر عند اصحابك. اخر عنصر في المعادله هذه هو الوقت، الوقت اللي هبط فيه البوبليكاسيون نتاعك. فيسبوك يقول لك على قد ما تقدم الحاجه على قد ما تقل اهميتها، وبتبيعها تولي ما عادش تهم برشا عباد وما عادش تظهر لهم قدامك. المعادله هذه اللي قلنا اسمها ايدج رانك ما عادش يحكيوا عليها من 2011 على خاطر تطورت برشا، وفيسبوك ولا ياخذ بعين الاعتبار اكثر من 100,000 عنصر باش يقيم بها الحاجه اللي ممكن تعجبك وتتفاعل معها. المشكله اللي الفيسبوك الجوريثم ولا ياسر يتبدل، وبرشا شركات ولاو ما عادش يشوفوا للجمهور نتاعهم كما قبل، وبرشا اسئله ولات تطرح زعما نرجع نخدم بالماركتينغ القديم ونحي حكايه الفيسبوك والا نزيد نصرف على حكايه الفيسبوك. بصراحه الفيسبوك ولا ياسر ماسط لاست، وواحد ما ينجمش ينحي في ليله ونهار البلاتفورم اللي بني عليها الجمهور نتاعو، ولازم واحد يقرا حسابه اللي قيمه الفيسبوك ادز غلات والزياده وصلت 35% في اخر 3 اشهر من العام اللي فات حسب ما يقول موقع ديجي داي. برشا شركات ولات تحاول تنوع في البلاتفورم، وبالطبيعة اذا كان باش تكثر البلاتفورم باش تكثر معاها المصاريف، ولازمك تجيب حد يتلهالك بالبلاتفورم هذيك. من الاخر احسبها بالصحيح وحاول ما تعملش برشا على الفيسبوك على خاطر تنجم تكون قاعد تصرف في فلوس من غير حتى رتور. الكلام ما يوفاش وما لازمنيش نطول عليكم برشا، اللي يحب يزيد يستمتع اكثر ينجم يقرا الارتيكل اللي موجود على البلوج نتاعي. سلام.